نهضروا فريد مع انفاس كما العاده. خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس على قرار ديال الحكومه اللي غيفرضوا نهار الخميس ان شاء الله اللي ما عندوش زواج ديال التلقيح ما يبلك لا في قهاوي ما يسافر لا مطاعم لا حمام لا والو. الا بغيتوا تعرفوا الاجوبه ديال الناس خليكم معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اجهر لك في هذا القرار الحكومه من نهار الخميس ان شاء الله اللي ما عندوش زواج التلقيح ما يدخل لا حمام لا قهوه لا والو. صعيب باش غادي يطبق هذا الشيء. علاش؟ صعيب باش غيطبق. علاش؟ صعيب لان جواز التلقيح تقريبا راه كاين 23 مليون تلقحات. يعني بقى 17 مليون، يعني ما غاديش تلقى 17 مليون. واو قرار الحكومه ما يمكن ما غاديش تطبق هذا الشيء. وانت واش مع هذا القرار ولا ضده؟ معاه انا معاه انا مع هذا القرار، قرار مزيان. انت عندك جواز التلقيح؟ عندي جواز التلقيح انا ولا ولادي ولا الدار ديالي عندي كلها، العائله ديالي كلها عندهم جواز التلقيح. تحياتي. اخت انت واش ضد القرار ديال الحكومه اللي غيخرج نهار الخميس اللي ما عندوش جواز التلقيح ما يريح لا في قهوه ما يمشي حمام ما يمشي لوطيل ما يعني ما يسافر ما والو، واش انت ضد ولا مع؟ انا ضد هذا الشيء، واصلا انا ما بغيتش نديرها، واخا كنقرا والمدرسه غتحبسني على هذا الشيء ما بغيتش نديرها حيت انا ضد هذا الشيء وخايفه من هذا الشيء حيت اصلا كانت فيا كورونا. ما ضد هذه الفكره كلها وما عرفتش علاش. ضد الفكره ولا ضد التلقيح؟ ضد التلقيح وضد الفكره، حيت ما يمكنش انا اي بلاصه غنمشي لها غنبقى هازه معايا التلقيح، ماشي غنمشي انا ناخذ خرزه من الحانوت غندي معايا التلقيح. وجهاز التلقيح راه هذا الشيء ما عجبنيش وانا ما بغيتش ندير هذا الشيء. هذا الراي ديالك؟ انا ضد هذا الشيء وهذا هو الراي ديالي. شكرا. اجهر لك اخويا في هذا القرار ديال الحكومه ابتداء من نهار الخميس ان شاء الله اللي ما عندوش جواز تلقيح ما يريح في قهوه ما يمشي وطيل ما يسافر ما يدخل الحمام ما والو. اول حاجه كنشكر جريده انفاس ياك خويا، كنشكركم على هذه الاستضافه. ثاني شيء انا ما درت اللقاح، درت الفاكسين جوج مرات وغادي ندير الثالثه، ولكن هذا القرار كنظن حريه شخصيه لان الدستور ديالنا ما فيش شي حاجه كتفرض علينا. هذا هو الراي ديالي انا خصها تبقى حريه شخصيه. واش انت مع ولا ضد؟ مع هذا القرار ولا ضده؟ انا ضده. ضده؟ ضد القرار بكل تواضع. بكل تواضع وبكل لان انا قلت لك درت الفاكسا ومستعد ندير حتى الثالثه والرابعه والخامسه، ولكن كتبقى حريه شخصيه اللي بغى يديرو مرحبا، اللي ما بغاش هنا كتولي بحال كتضغط على 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 المواطنين، وهذه حنا صاحب الجلاله عطينا الحريه ديالنا نتصرفوا في بلادنا. تحياتي. انت واش مع ولا ضد القرار ديال الحكومه يعني من نهار الخميس انا ما غيفرضوا جواز التلقيح يعني الا ما عندوش ما غيبرك لا في قهوه ولا حمام لا وطيل لا والو؟ انا ضد الفكره الصراحه حيتاش مو بزافير باقي بنادم ما اصلا ما نظمش وقته باش غادي ينظم هاد جواز التلقيح هذا اللي زادوا لينا وصافي. ما انا ضد الفكره. ضد الفكره؟ ولكن علاش ضد انت هي؟ حيت ما يمكنش واش بنادم باقي ما نظمش حياته غيبدا ينظم في هاد الشيء هذا اللي يلاه داروا لينا في حياتنا. ما مو بزافير ديال نهار الخميس غيحبسوا كل شيء على بنادم. ماشي غيحبسوا هما اللي ما عندوش جواز التلقيح يعني غيحبسوا على هاد الاماكن. غيحبسوا عليكم كل شيء باي وقيته، راه بنادم الاغلبيه باقي ما دايرش بجوج. انا درت غير الاولى وكنت ضدها، والديا اللي انسيستاو عليا مع القرايه. والثانيه؟ الثانيه باقا ما درتهاش. بكل تواضع. تحياتي. القرار ديال الحكومه الاخير يعني غيبدا من نهار الخميس اللي ما عندوش جواز ديال التلقيح ما يدخل لا حمام لا فنادق لا مطاعم ما يسافر ما والو، واش انت مع قرار الحكومه ولا ضد؟ انا اولا قرار جا مباغت خصوصا تعيين حكومه جديده يخليو شويه واسع الوقت للمواطنين باش يحاولوا يكتسبوا المناعه الجماعيه باش نوصلوا 80% اللي كان كيقولوا 80% باش تعود الحياه الطبيعه، وثم يكون جميع المواطنين يكون عندهم جواز تلقيح وتعود الحياه الطبيعه. شويه قاصحه اللي على المواطنين اللي باقي ما لقحوش، اظن من هذا المنبر تاع انفاس كنقول لهم يخرجوا كما قلنا حبسوا من دارك يخرجوا من ديورهم يلقحوا باش تكون عندنا مناعه جماعيه باش نمشيو مع الحكومه نمشيو مع القرار وتكون كل شيء يكون عنده جواز تلقيح باش نعودوا الحياه الطبيعيه نكتسبوا ما يسمى بمناعه جماعيه اللي هي 80% وتعود الحياه الطبيعه ويخدموا الناس في جميع المجالات اللي هي بعض الخدمات على سبب بعد جواز التلقيح اللي باقي ما خدامين باش يكون كل شيء يعود الحياه تاعو في المجتمع. بكل تواضع. بكل تواضع.